مو ابي أحك بسهوله. تدرون انا بالسعوديه كنت هناك اسهل من هنا، يعني حريتي الجنسيه كنت ماخذتها هناك اكثر، لان هنا ما حد يهتم بالجنس، الناس بتشتغل بتعيش بتسافر بتستكشف. لا حول ولا قوه الا بالله، وش هذا؟ انت تفطرين صراصير وبراس على الريق، يعني في الصباح الباكر تفطرين براس وحشرات؟ انت مجنونه؟ هذه ما هي بحريه، هذه اشياء خرويه. تدرين انت على الاشياء الخرويه؟ انت وش تقولين انت؟ لعنه الله عليك وعلى ابليسك يا باشا، دي بتقول كلام غريب جدا. يعني انا ما فهمتش هي بتقول ايه. انا حسيت البت دي اصلا مش موجوده في بين البشر، البت دي من الفضاء الخارجي. اي والله العظيم عندك حق، وش هذا؟ انت كان ابوك يعني يطفي السجاير تحت بطاطك، تحت اباطك؟ ها، ابوك كان يطفي السجاير تحت اباطك وانت صغيره فدماغك خفت؟ انت مجنونه، انت خبل، انت شيك يا صربوط. انت ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم عبدالله جامبو في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو دوت، عايزك تنزل تحت وتدينا لايك، وطبعا بشكر كل اخواتي المحترمين سواء بنت او ولد على اللايكات الجميله وعلى الكومنتات الاجمل. انا قلت لكم الفيديو اللي فات عايزين نرجع زي زمان ونغرق الكومنتات، نقط، قلوب، ايموشن، اي حاجه، المهم نزود اكتر عدد كومنتات. وعملنا لايكات كتير قوي، احنا في يوم واحد وصلنا ل 600 لايك. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو دوت نوصله ل 1000 لايك. انا نفسي في 1000 لايك اول ساعه بجد، هنرجع زي الاول. المهم زي ما احنا مستمرين، زي ما انتوا قلتوا لي لا جم ما تخلهمش فيديوهين بس في الاسبوع، حاول على قد ما تقدر تنزل. فانا اهو على قد ما اقدر بنزل، بس كل عايزه منك كومنتات كتير، كل ما انزل لك فيديو كومنتات كتير ولايكات كتير. ويلا بينا مع الفيديو، يلا بينا مع الفيديو. لو انت لسه جديد انزل اشترك بسرعه في القناه من تحت، وفعل زر الجرس وخليها كل اشارات عشان يوصل لك كل جديد. وتعالى على الانستجرام هنا وهنا، برد على اي حد وبنتكلم هناك ونتصاحب هناك. يلا بينا مع الفيديو. حاج مفيش احباب تستقبلي. واحد كتب لها في الكومنتات اتحداكي ترقصي وانت مصدراها، هل هي مثلا تنفض للكومنت ده؟ لا لا. ايه يا جنب؟ لا يعني هي عملت التحدي، اكيد هي مش هتزعل المتابعين بتوعها، لازم تعمل كده. يا اللي نسيتك ماضيكي، رحت للي بيلعب بيكي. هو بصراحه بعد اللفه دي يعني كلها حرفيا عايز تلعب فيكي. عشان اموال كنت توتي وعلى ايدي. ايه ده ايه ده؟ لا لا، وكمان البت عندها مرونه يا جماعه، يعني عندها مرونه بصراحه، من حقها تتباهى باللي عندها. اكتر يبقى تتقص وتتسنطر، ما تجيش قدامي تعمل عنتر. هو حبيبته هو مش هيجي قدامك يعمل عنتر، هو هيوقف عليك عنتر. خلينا صراحه، ما تبصليش تقول لي اللي انت بتقوله ده، هو حرفيا زي ما انا قلت عنتر على طول. ايه معاك ان انت سكنتر؟ دمي دمي سلاح سلم ده لو انت عيا قوي. البت دي عيا قوي، عوا. انا بطل انت جرثومة والله العظيم، انت حتة جرثومة حشرة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ واللي يعني حتى نفسي اقول لك ان ده صدر، ده قطعة من الخرة. عارفة انت لا مؤاخذة في الكلمة، ال 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 الكيكة المحروقة، عامل زي الكيكة المحروقة. القرف ده، احنا وصلنا لقاع البلاعة، والله العظيم وصلنا لقاع البلاعة. لا والعلق اللي جنبها، لا اللي عاجبني العلق اللي جنبها. انا بطل مقاطع، انا بطل مقاطع. حلو جدا، ما ترجع ما تريل عليها يلا، تف على الكيكه المحروقه اللي عندها. بطتي دلعه ونزيها لو عينك تيجي عليها. هو ايه اللي بطتي دلعه ونزيها لو عينك تيجي عليها؟ تيجي على ايه يا عم؟ ده قرف، دي جرثومه قرف اقسم بالله. بقول لك هي في واحده شوطه، شو فصيله دمها؟ شو فصيله دمها الفوطه؟ يعني انا ابي اعرف شو فصيله دم الفوطه. او يا لا دي جامده، انت سافله وبنت كلب بس عجبتني. النكته عجبتني والله العظيم، تسلمي لي قلبي. بقول لك ايه يا انسه، انت حاسه بكده وفي نفسك، ما تجيبي حاجه لله. انت لا
سامع صوت مكان صيني. اوعى تقولي ان ده صوت البت، يعني اوعى تقولي ان الصوت ده صدر من البت. يلا حاجه لله، يلا ابعد من هنا. المضحك يا حبيبي دي بتشخر لك يا بابا انت وهو، بدل ما تقدبها بتضحك. كانت هنيله اللي عايزه خلف، يا ريتها كانت بركت عليك موتتك. تمام انا شايف فيديو عادي، يعني واحد راجل يعني اوكي مفيش مشاكل. ده قلب مره 360 درجه، يعني بقى عامل زي البنات بالظبط. لا يعني اكتبوا لي في الكومنتات، هل انتم مع الولد اللي بيحط ميك اب ولا انا يمكن انا مريض مثلا؟ يعني اشمئزيت، انا قرفت منه مع انه كان في الاول راجل. الله الله يا كوتو كوتو كوتو، ارقص ارقص وريني، خلينا ننبسط ونضحك شويه عليك، يلا وريني يا كوتو. يخرب بيت اهلك، ده انت عليك رعشه احلى من البت رنا جارتنا. يعني البت رنا جارتنا انا ساعات كده من ورا الستاره بقعد ابص عليها وبترقص وكده، والله العظيم ثلاثه يعني انت جميل عنها، يعني وسطك مليان يلا ليونه بنت كلب. كذاب انت، كل حاجه همك الفلوس، امال انت بتقلق عليا يا كذاب؟ منار ما بحبش الكذب. انت اشمال ماشي قلنا ماشي، بس ما تكذبيش بعد اذنك، اصول دي اصول. برضه كذاب انت، بتداسي ما بتدوسيش، انت بتداسي بس ما بتدوسيش، قلنا بطل كذب يا منار. انا بدي دروس خش اتعلم. اخش اتعلم منك ايه بقى؟ ولا انت عايزه البنات تتعلم المشي الشمال منك؟ ما خلينا واضحين، رد عليا. حلو قوي الطريق ده، يعني حلو قوي الطريق ده يا ماما، ربنا يحرقك بجاز وسخ. طب يا جماعه الخير، وصلنا لنهايه هذا الفيديو اللعين المتلاعن، يا رب تكون اتبسطت معانا. لو انت لسه جديد انزل بسرعه اشترك من تحت في القناه وفعل زر الجرس وخلي كل الاشعارات توصل لك كل جديد، وقول لنا رايك في الفيديو دوت، اعمل لايكات كتير، كومنتات، نقط حروف، زود لي الكومنتات ما تقدر، وصل له اكبر عدد لايكات، عايزين نوصله في اول ساعه 1000 لايك، اتمنى منكم ذلك يعني بليز بليز بليز. عايزين نرجع بقى زي زمان، شير اصحابك على الواتس، شير اصحابك على الماسنجر، شير اصحابك على الانستجرام، واللي انت حابب تتكلم معايا او حابب نتعرف او حابب تبعت لي هديه من الاخر عشان عايز اي مصلحه، حابب تبعت لي هديه، حابب تشحن لي كارت ب 10 حتى قشطه مع بعضينا، كلمني هنا على الانستجرام هنا او هنا او تحت في صندوق الوصف في الديسكربشن تحت. وكان معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو، وسلام.